تعال بقى نروح على الإحصاء. يبدأ أول مسح قومي لذوي الهمم في مصر. احنا معانا على التليفون سيد المحترم عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا بحضرتك يا فندم، وآسف إن أنا طولت والله. أهلا بك، مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور يا فندم. كل السادة المشاهدين، وحقيقة بداية بحب أهني الشعب المصري ومنتخب مصر بالفوز العظيم، وكمان يعني شيء برضه أسعدنا اللي هو قصار القامة. المفروض نقول عليهم رافع القامة، نقول عليهم رافع القامة إنهم ياخدوا البطولة والله يعني. الله، فحاجة جميلة جدا يعني، ف يعني الشكر لهم جدا. بشكرك على الاستضافة دي بمناسبة يعني نحن متشكرين. يعني نتكلم على المسح، وهي الفترة اللي احنا شايفينها ديت بتشهد زخم كبير جدا في الاهتمام بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. بداية من 2018، من ساعة ما أطلق فخامة الرئيس عام المعاقين 2018، ثاني حاجة مبادرة قادرون باختلاف يوم 5/12 والاحتفال الكبير اللي شاهدوا ده كله بيدي زخم وبيدي دفعة قوية يعني لأصحاب الهمم. الجهاز المركزي حقيقي من يعني دايما بيهتم بالامر ده، يعني توفير بيانات وعمل احصاءات عن ذوي الصعوبات بدايه من التعدادات 2006 وما قبل و2017، وعملنا بحث قبل كده على المنوفيه بالنسبه للمنوفيه، يعني كان حصر شامل. ونتيجه الاهتمام القياده السياسيه يمكن بقى لنا فتره باهميه توفير بيانات عن اصحاب الهمم، يعني تم التوجيه من تقريبا من حوالي اكثر من سنه باهميه يعني معرفه اصحاب الهمم، انتشارهم، حجمهم قد ايه في المجتمع، توزيعهم على مستوى المحافظات والمراكز والقرى بتاعتنا والاماكن كلها. فكان هذا المسح عشان كمان بالتالي يوفر قاعده بيانات كبيره جدا، ويقدر نعمل دمج اقتصادي واجتماعي زي ما اتفضلت معالي الوزيره من شويه للفئه الهامه جدا في المجتمع. فكان وده يعني كان توجيهات للجهاز بعمل المسح ده، وفعلا المسح يعني الجهاز بدا في الاعداد للمسح اكثر من 8-9 شهور بالتنسيق بين وزاره التضامن، وزاره الصحه، وزاره الدفاع، كل الجهات المعنيه في الدوله كلها، لان مسح قومي يعتبر مسح قومي كبير بيتم على مستوى ال 27 محافظه بحجم عينه، اكثر من حوالي 111 ألف أسرة معيشية بيتم زيارتها، يعني فحجم عمل كبير جدا في هذا الأمر. إيه المعلومات اللي بيشملها البحث يا فندم؟ حقيقة المعلومات إحنا يعني بنهتم جدا طبعا بأهم إحنا يعني الخصائص بتاعت الناس اللي هم أصحاب الهمم، يعني إحنا عايزين نعرفهم هم موجودين فين، والخصائص بتاعتهم من ناحية يعني التوزيع بتاعهم موجود فين، هل الإعاقة موجودة في أي فئات عمرية، إيه أسباب الإعاقات اللي موجودة ديت، يعني إيه الأسباب اللي أدت، إيه المشاكل اللي موجودة عندهم سواء من مشاكل صحية، مشاكل التعليم. لو بنتكلم مثلا عن مشاكل الصحية بنتكلم عن يعني العلاج والتدخلات الجراحية ومدى الاحتياج. تاني حاجة، الدولة مهتمة جدا إن عايزة تعرف بالذات مركزين على كل الإعاقات وبالذات كمان الإعاقة الحركية عشان أهمية توفير مصانع يعني أو يعني مجمع صناعي كبير يقوم بتوفير الأجهزة يعني الصرفية أو الأجهزة يعني للفئة دي كلها. فطبعا بندرس كل العقد بس بنركز على الأمر ده. احنا بنركز على حضرتك كمان يعني هم علاقتهم إيه مثلا بالاستفادة من المستشفيات والتأمين الصحي والحكومي، هل بيحصلوا على الخدمات بشكل جيد، هل في عندهم اي مشاكل في يعني الحصول على الخدمه، اي يعني ده مهم جدا. بالنسبه كمان حتى للتعليم بندرس طبعا من خلال مقابلتنا للناس ديت عندهم اي مشكله مثلا في التعليم، هل في مدارس متوفره بالشكل المناسب للناس ديت زي مثلا مدارس التربيه الفكريه او الطرق والعرب والسيارات النقل، هل يعني مهيئه يعني لمساعده الفئات دي كلها يعني زي انهم يقوموا زي مثلا في المدارس طريقه برايل، يعني استخدام كل فئه بتتحاسب مثلا في ظل الرقمنه تتناسب مع
مع اصحاب الهمم دي يعني تساعدهم في الامر. حضرتك بنتكلم في نقطه مهمه جدا، العمل، وانه يعني القانون بتاعنا يعني تكفل بان يكون لهم نسبه معينه طبعا في العمل. هل هم بيحصلوا على العمل؟ هل هم يعني بيلتحقوا ببرامج تدريبيه تأديهم او يعني تمكنهم من الحصول على خدمات يعني او فرص عمل جيده؟ هل ده متاح ولا مش متاح؟ هل كويس. مهم جدا تعامل الاسره كمان مع يعني الفرد ذوي الصعوبات، يعني هل في الفرد بيحس ان عنده صعوبه بيتقبلوه؟ في مشكله بينه وبين الاسره؟ احنا دايما بنفرد وبنسال يعني الافراد عشان نعرف ايه اللي عندهم بالظبط، يعني هو بيشتغل طب ما بيشتغلش ليه؟ هو اللي مش عايز يشتغل ولا المجتمع اللي رافض ولا جهات العمل هي اللي رافضه؟ بنتكلم على المشاركه في والاندماج الاجتماعي من خلال مثلا هل بيحضروا مناسبات مثلا عائليه؟ هل يعني ولا بيستبعدوا مثلا من الاسر بتستبعدهم من المناسبات ديت؟ ودي حته مهمه جدا، يعني حقهم كمان السياسي في الانتخابات، وهل بيمارسوا حقوقهم يعني ولا يعني كل الامور دي بنتكلم على العداله الاجتماعيه وقرار داخل الاسره. حتى بنتطرق لموضوع الزواج، هل هو اللي عنده صعوبه ده هو يعني تكلفه الزواج عليه عامله ايه؟ هل هو اللي بيختار الشريكه؟ هل بيختار شركه يعني مش ذوي من فاحنا مش بس بنعمل زي ما يكون احصاء رقمي، احنا بنعمل مسح تفصيلي شديد التدقيق في كافه المعلومات اللي حول هذا المواطن الكريم، وبالتالي بتستخدمها الهيئات والمؤسسات المختلفه بما فيها او بما يعود بالنفع على المواطن. انا بشكر حضرتك جدا. أنا يعني فضل. يعني بس يهمني كنا بس في نقطه صغيره، احنا المكتب من يعتبر من المسؤوليه الهامه جدا، واحنا بدانا تمرين العمل الميداني من يعني من امس يعني 29، يمكن انا استمر لغايه نهايه شهر مارس. يمكن حساسيه الامر ده بيحتاج منا بس ان احنا نحب نوجه او الاعلام يتكلم عن الاسر انها يعني تساعد الباحثين بتوع الجهاز، هم بيحملوا بطاقات من لازم. الجهاز تديهم، يعني الناس مثلا احيانا بتخاف او يعني بتحاول ما تظهرش الفرد المعاق، لا ما بال ده يبقى ده مفيد جدا جدا للاسر، ده لمصلحته، خصوصا ان الباحث اللي جاي من الجهاز معاه الكارنيه بتاعه ومعاه اثبات الهويه واثبات الشخصيه اللي بيفيد انه جاي في مهمه للجهاز، ده راجل بتاع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فلما بيجي يزور المنزل أو البيت أو الأسرة هو جاي لمصلحتهم، فإحنا بنؤكد على ذلك بدل المرة لازم يعني 5000 مرة بصراحة. أحيانا الأسر أحيانا مثلا في بعض الأسر أستاذ يوسف أحيانا بتخبي مثلا أو مش عايزة تقول أو حاجة، لا هو ما أنا كل ما أقول على البيانات وأفصح عن البيانات بتاعة المعاقين كلها والأسر تفصح، الدولة تقدر تتيح وتوفر الخدمات بشكل يعني جيد يوصل يعني لاصحاب الحق. يعني احنا بنناشد الاسر كلها انها تتعاون مع يعني ممثلين الجهاز في هذا الامر الهام جدا، نقدر نعمل خريطة لهم، وتقدر الدولة يعني تقدر يعني زي ما شغاله تقدر تشتغل علشانه طول الوقت، وده المهم جدا. انا بشكرك جدا 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 استاذ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء.